في بدايتها كانت معتمدة على الكتاتيب الملال والمشايخ اللي كان عندهم كتاب أو مدارس أهلية صغيرة كانت يعني هذه المدارس تدرس القرآن الكريم وبعض مبادئ اللغة وبعض مبادئ الحساب ما كانوا يتوسعون أكثر من كذي بالرغم من ذلك كان لهذه الكتاتيب دور في تنشئه جيل قاد الكويت في ذلك الوقت، وذلك الوقت الصعب اللي كانت تفتقر فيه الكويت الى العديد من الاشياء، فكانت تفتقر الى الزراعه، وكانت تفتقر الى المياه، ولا كان هناك في موارد طبيعيه، فما كان قدامهم الا البحر، فطول السنه اشتغلوا الكويتيين بين قوس وصفر شقوا في ذاك الوقت وبالرغم من ذلك هذه الكتاتيب قدرت تخرج نواخذه قادوا السفن الشراعية أصبحوا أكبر ربابنة في الخليج وخرجت علماء ومشايخ الكويت كانت زاخرة بالعلماء في, في ذاك الوقت إلى أن بدأ التعليم النظامي في الكويت مع تأسيس أول مدرسة نظامية اللي طبعا سموها المدرسة المباركية في ديسمبر فتتح يعني افتتحت أبوابها في ديسمبر عام 1911 سموها المباركية على الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع مبارك الكبير اللي افتتحت هذه المدرسة في عهده قصتها معروفة يعني ساهموا التجار والمحسنين من أهل الكويت في تأسيس هذه المدرسة وعقبها افتتحت ثاني مدرسة نظامية في الكويت اللي هي المدرسة الأحمدية في عام 1921 عقبها بعشر سنين في عهد حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد جابر الصباح وسميت المدرسه الاحمديه على اسمه على اسم الشيخ احمد الجابر الصباح كان مكانها في فريج سعود على ساحل البحر ومدرسه المباركيه مكانها معروف فهي موجوده اليوم موجوده ولكن المدرسه الاحمديه ثاني مدرسه نظاميه هدمت كان في احمديه اولى وكان في مدرسه احمديه ثانيه عقبها تاسست مدرسه الشرقيه تقريبا في عام للذكور طبعا للرجال او للاولاد في عام 1938 وبعدها المدرسه الوسطى وهي اول مدرسه للبنات عام 1938 واذا تكلمنا عن المدرسة تكلم عن اول معلمه كويتيه درست في هذه المدرسه المدرسه الوسطى اللي هي الاستاذه القديره مريم عبد الملك صالح عقبها المدرسه القبليه وغيرها طبعا من مدرسة عمر بالخطاب العمريه وغير ومدرسه عائشه وغيرها من المدارس اللي تاسست في ذاك الوقت داخل مدينه الكويت القديمه لكن الان في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن المدارس اللي, اللي اسسوها وانشؤوها في المناطق النموذجيه يعني خارج السور بعد ما ثمنوا البيوت للكويتيين داخل السور شيدوا المناطق النموذجية وعطوهم بيوت خارج السور منطقة ألف وباء اللي هي طبعا شويخ ألف وباء ومنطقة جيم اللي هي الشامية ومنطقة واو اللي هي الدسمة فكانت طبعا ذاك الوقت يوم أسسوا المناطق النموذجية ما كان في كل منطقة ما كان فيها مدرسة كانت المدرسة تخدم خمس مناطق يعني في ذاك الوقت كانت مدرسة فلسطين اللي اللي محور حديثنا لهذه الحلقه وهذه الفقره هذا طبعا كتيب مدرسه فلسطين من اصدار معارف الكويت معارف الكويت اللي صارت عقب الاستقلال وزاره التربيه فلسطين افتتحت مدرسه فلسطين في 15 سبتمبر عام 1959 وين؟ في منطقه واو اللي هي منطقه الدسمه كانت مدرسه فلسطين في ذاك الوقت تخدم خمس مناطق دسمة نيد من القار والشعب والدعية والغادسية وتعتبر هي من أقدم المدارس في المناطق النموذجية الحديثة مثلها مثل مدرسة المأمون الشامية ومدرسة الخليل بن أحمد في كيفان مدرسة صلاح الدين في المرقاب فهذا الكتيب أصدر من قبل معارف الكويت بمناسبة افتتاح مدرسة فلسطين في منطقة واو أو منطقة الدسمة هنا طبعا بداية عندنا صورة للشيخ صاحب السعادة شيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس دائرة المعارف وهو رائد شيخ عبدالله الجابر رحمة الله عليه رائد التعليم في الكويت كان له دور كبير مع مجلس او مجالس المعارف في النهوض بالحركه التعليميه في الكويت في ذاك الوقت. كذلك كان هناك في تقديم من رائد الثقافه في الكويت سيد عبد العزيز حسين كان مدير عام المعارف فيقول يسرني ان اقدم مدرسه فلسطين بقسميها المتوسط والثانوي الى القارئ من خلال هذه الصور. والمدرسه وان كانت تسير في عامها الثاني طبعا مثل ما قلنا افتتحت في 15 سبتمبر 15/9 عام 59 الا انها تقف تقف مع زميلاتها على قدم المساواه في موكب العلم والنور في بلدنا العزيز وانني لارجو لاسره المدرسه كل توفيق في اداء الرساله التي يحملونها فعلا يعني الشيخ عبد الله اليابر وسيد عبد العزيز حسين اللي كان ترأس كذلك البعثة وهي من أوائل المجلات أو أول مجلة طلابية تصدر خارج الكويت في عام 46 وأطلق عليه رائد الثقافة في الكويت كان لهم دور كبير في نهضة الحركة التعليمية في الكويت في ذلك الوقت السفر والموج كنا هجبال في غبة فيها المناية قريبة الله يرحمك يا زيد الحرب اليوم النالية راح تنقلنا إلى السفر الشراعي وراح تنقلنا إلى بنادر الهند بنادر شرق أفريقيا وعدن والمكلا ومسكت ومطرح فراح نحكي في هذه الحلقة عن السفر الشراعي وكل ما يتعلق بالنقل التجاري مع ضيفنا الغدير الباحث في التراث البحري نواف عبد الله العصفور ابو عبد الله حياك الله حياك الله يا ابو غازي ومسي عليك ويا هلا مرحبا فيك سفر شراعي يا ابو عبد الله السفر الشراعي الله يحفظك يبدي في شهر عشرة اي نعم قبل شهر عشرة في نواخذه نواخذه السفر يسمونهم نواخذه الهرفي او نواخذه الدوسان هذا اللي يبدون في شهر ثمانية يسافرون لكنهم قله مو وايد هذا النواخذة الهرفي او الدوسان اللي راحوا الهند ما ياخذون عليهم جمرك فهذي المحتفظين في بحريتهم إنزين. شهر عشرة ليش شهر عشرة السفر لان هبوب الرياح الشمالية تدفع الأشرعة إلى الجنوب إلى الهند وبعدين ينتظرون نواخذة السفر بحرية الغوص على ما يوم من الغوص ويلتحقون في سفر السفر فسفن السفارة شهر عشرة تروح إلى البصرة إلى مزارع النخيل ومزارع النخيل مناطق وايد السيبة القصبة المعامر الدواسر هذه كلها مناطق فيها مزارع وفيها حق بيع التمور فالبوم هناك يقعد على ما ينطر شحنة من التمور بس, بس قبل أبو عبد الله يجهزونه في يطلع من نقعه ويجهزونه بطوينه طبعا أنا أبو غازي أحاول أختصر لك لأنه موضوع السفر موضوع عود لا احنا نبي بالبدايه ابو عبد بالبداية بدايه تطلع من النقع السفينه الله يسلمك السفينه معرشه من الموسم اللي طاف اي نعم ينزلونها من عريشها يهبونها يشونونها يشونونها يعني يدهنونها يدهنونها من تحت إيه نعم. ماده الشونه اي نعم زين ويركبون الدقل القلمي مكان الدقل العود لان الدقل العود يبيله حمل ويبي له يعني طعان على اساس رفع الاشراق فبعد ما يرقون البوم بالراقي يجهزونه بالماكله، اللي هو القهوه والشاي والمواد التموينيه كلها. العيش و... وبعدين يودون البوم الى منطقه يسمونها لطوينه. اللي هي شويخ الحين. بحر شويخ بحر امن ويشطونه هناك ويتنقلون من البوم الى النقعه بالماشوه البحريه. فيحددون يوم حق الدشه. والبحريه كلهم تلقى الماشوه بالنقعه يركبون البحريه زين ويقول طرها هني صيح النهام وادعتكم بالسلامه يا ضوى عيني وخلافكم ما امض جفني على عيني لين يوصلون الى السفينه اللي هو البوم بعدين يحملونها الماشوه بالبياوير يحطونها اللي هم حبال الدقل يحطونها داخل ويبدي يخطفون الين يروحون في بعضهم يروحون فيلجه ياخذون طريح ياخذون مالح اللي هو سمك المالح سمك اللي هو عوال العوال هي اليابسه وياخذون طريح اللي هو زبيدي وفي بعضهم يقسلون الشرع ملتهم وفيلجه السفن لهم مكانين يدشون فيهم في سفن تدش بالمفرس المفرس اللي هو بين فيلجه ومسجان وتطلع من وراء الى تروح الى الشط شط العرب شط العرب وفي بعضهم لا يطلع من فوق عوها ويروح الى الشط الشط طبعا شط مليء بالسفن، بواخر حديديه كلها لنقل التمور مينة على ضفتينا مزارع النخيل. الماي غزير، البغلة تقدر تدش و... هو هو الماي هو التيار ساعات يحكم فساعات اتجاه الريح تعاكس الاشراع، فش يسوون؟ ينزلون الماشوه ويقلصون البوم، الماشوه ما شاء الله يعني سبع مياديف سبع لا ليروا البحريه فيها تمشي البوم. يدخلونه داخل الى المكان اللي يبونه او في بعض النواخذة ياجر له مطور، اللي هو تك يقلصه لين احد ضفاف المزارع. إينا. وبعدين انه ينزل بالماشوه او الكيت يتفق على شحنه من التمور، المزارع هذه كلها يعني مخصصه حق بيع التمور، وهالمزارع هذه فيها حق تجار كويتيين، فيها حق تجار عراقيين، فيها حق شيوخ، هذه كلها. ومو شرط شحنة التمور أنه يشتريها من مزرعة واحدة ممكن يشتري من هذه جزء من المزرعة اللي وراها جزء على ما الحمولة تكمل ويشبسون التمر داخل إقلال التمر ويتم وزنها ويتم صفها بالبوم لأن طريقة الصف الإقلال هذه داخل بوم طريقة هندسية بحيث التوازن من يصفون الحمولة حمولة التمر نص يابوا الدقل العود وخلوه مكانه وخزروا القلم وردوه فتكون السفينه جاهزه حق البحار بعد ما تكمل حمولتها بعدها ياخذون بقره يذبحونها ويطرحونها حق يدام للسفره لهم. والله مدللين اهل السفر هالغوص السفر عليهم السفر, السفر, السفر يتريق خبز ودبس ويتغدى ويتعشى ويرتاح بعد مهامه مو نفس الغوص. لكن اخطار السفر اكثر من الغوص. بعدها الله يسلمك يفيض يفيض يسلم يسلم, يسلم الاوراق ويدفع بدل مطرحانيه اللي قاعدها ويطلع برا الشط ويطلع بنادر تلقاها طول الساحل النول طبعا النول لازم ابو عبد الله هي اجره نعم النقل اجره النقل نعم نعم هذه بدل بدل مطرحانيه اي نعم فهني يطلع الى خارج الى ابو شهر الى راس المطاف الى جبل بريال يعني يحاذون الساحل يحاذون الساحل هذه الساحل كلها بنادر الى جبل بريال جزيره الشيخ شعيب جزيره فرور سلامة وبناتها سلام وبناتها زين قيس هذه كلها يستقصها إلين ان يلاقي سلامة وبناتها ويطلع الى بحر عمان ومن يطلع الى المضيق اول بندر يتلقاه هو كراتشي حق بيع التمور كراتشي بندر يسوق فيه التمور وفي مكاتب حق تجار كويتيين، سديراوي وغيره وغيره. لا في بنبي كراتشي المرزوق ومدي م... نعم نعم, أي نعم، وفي،, وفي وفي تجار كويتيين على طول السواحل الهنديه هناك. اي نعم صحيح. فالله يسلمك ممكن ان التمور هذه يبيعها في كراتشي نعم. وممكن يبيع قسم منها نعم. ويروح البندر اللي وراه يبيع قسم وممكن اذا باع باع التمور كلها انه يحمل حموله حق اي تاجر ينقلها حق اي بندر ثاني يسمونها بدل البضاعه <applause> هذا يكون خط سير السفن يعني وبعدين جلب المواد اللي يبونها من هناك يبون الاخشاب انزين من كلكوت هناك مكاتب تجاريه مكتب حمد الصقر برامي انزين كنجي احمد هذه كلها أمر يعني برامي صحيح. نعم نعم هذه حق تستورد وتمولهم بالاخشاب إينا. اللي حق صناعه السفن والاخشاب متنوعه منها السايل المنتي الفناصل الفيني الجنقلي هذه كلها اخشاب يبون الصبار، ييبون الحبال، ييبون الاقمشه حق الشرع يسمونها بالنوح، ييبون كل مستلزمات السفر. نعم. ما ما يحتاجونه الى الكويت. اي مواد غذائيه وغيرها واخر نقطه هي كلكوت وبعدها طبعا وبعدها يعلون يعلون يروحون الى قوه، قوه نعم احنا, يتزو... احنا بعد الفاصل ان شاء الله راح نتكلم عن تعلات. نعم. ان شاء الله فاصل ونواصل. حديثنا عن السفر الشراعي وصل حديثنا عن السفر الشراعي مع الباحث في التراث البحري نواف عبد الله العصفور، ابو عبد الله وصلنا علون تعلات. تعلات، طبعا اخر بندر اللي هو قلنا كلكوت حق نقل الاخشاب زين. في بنادر يحملون فيها بعد يعني عندك بندر منقلور هذه تشتهر في مصانع القرميد. القرميد ينقلونها حق بنباسه يستخدمونها حق الاسقف. كل بوم هو شنو نوع الحموله؟ اللي بيحملها فقلنا احنا الحين انقلوا اخشاب راحوا الى كلكوت، كلكوت طبعا اه قصدي قوه، قوه هي اه يتزودون فيها بالماي وبالماكله وبعدين يعلون الى ياخذ المجرى وياخذ القياس ماله ويعلون الى راس الحد اللي هو منتخ ومسير ما يقارب من 14 راس الحد وين هذه ابو عبد الله؟ هذه على عمان عمان اي نعم ف... يعلون يعني يرجعون, يرجعون. أنا بس عشان اي نعم تعلم ياخذ المجرى ماله السفينه تمشي مسار من اسبوعين 14 يوم الى ما توصل الى ينتخون راس الحد هناك او جزيره أمصر. ينتخون يعني يبين لهم البحر اي ايوه أي نعم. وشلون يعرفون ان ان وصلوا؟ يبين عليهم طير يسمونه طير الكريك هنا. هذا هذا الطير يعني يوجد على السواحل فمن يبين عليهم طير الكريت قالوا انت انت يستبشرون يستبشر. فانه خذة يامر الطباخ قال له شنيالي شنيالي هو حلوه يسويها يكافئ فيها البحاره ويتحمدون بالسلامه انزين انهم عبروا القبه بسلام والشنيالي هو طحين مع تمر مع سكر نوع من انواع الحلوى ناخذها يقول حق الطباخ الطباخ نعم. شنيالي شنيالي نعم. هي نوع من انواع الحلوى يعني اكراما وفرحه بالعوده اي نعم بعدها من يدشون الى ميناء مطرح قبلها تشيل العرضة البحريه اي نعم يرف طبعا العرضة البحريه الى ما يدشون داخل بندر واذا في سفن كويتيه داخل البندر اي نعم يرفعوا لهم الاعلام كتحيه نعم حق دخول سفينه كويتيه نعم من يطرحون في هذا البندر الكبير المفتوح هني يدزون برقية حق الكويت انهم وصلوا بسلام وصلوا يعني ان السفينة وصلت بسلام حق التاجر نعم هذا البندر ياخذون صوايغ نعم. نوع من انواع الحلوى انزين شربة اللومي الشغلات هذه ياخذونها حق الكويت نعم ابو عبد الله نواخذة السفر يعني عرف عنهم انهم ضليعين في علم الفلك في علم الحساب في علوم البحر نعم ف... فلذلك يمكن العديد من هؤلاء النواخذ حصلوا على شهادات منهم الخشتي والعصفور وال... وت... تعطينا بس يعني حكي عن هذا الامر في في سنه 1938 في عهد الشيخ احمد الجابر جاءت سفينه بليطانية. بريطانيه بريطانيه اسمها شورهام شورهام اي وعلى... بارجه يمكن. اي بارجه وعلى ظهرها يعني قباطنه فحبوا يختبرون نواخذه الكويتيين يعني شنو هالنواخذه هذيل اللي على سفينه خشبيه واشراع وصلوا اقصى صلوا الهند اي نعم فشنو من درايه عندهم ومن خبره فاختاروا اربع نواخذه اللي هو عيسى القطامي منصور خشتي واحمد الخشتي احمد خشتي عفوا ومحمد العصفور وحسين العسوس اي نعم فتم اختبارهم على ظهر هذه البارجه يعني شخص شخص في قدرتها الملاحية في علمها بالشؤون البحرية بالملاحة ف لهم شهادات انهم مجتازين ما شاء الله في درايتهم وفي خبرتهم هالملاحه البحريه وانهم يعني نواخذ اكفاء في درايتهم نعم يعني هذا هذا من قبل نعم ناخذ المعلم يعني يطلعون وراء سنيار ناخذ المعلم اللي هو يق يعرف يقيس موقع السفينه نعم من خلال جهاز الكمال لكن بعد أن اخذ احمد الخشتي يعني هو الوحيد اللي استخدم جهاز ما حد استخدم من نواخبه نعم. اللي هو الكرونومتر. أي نعم. الكرونومتر هذا يقيس لك في اي وقت موقع السفينه نعم. غير الكمال الكمال ممكن يقيس لك بس في اول دقيقه من زوال الشمس موقع السفينه نعم عيسى القطامي يعني يمكن من نواخذ المعالم المعروفين في تاريخ الكويت والف في علوم البحر يعني الف دليل المحتار في علم البحار اللي يمكن ترجم الى لغات اخرى ابو عبد الله عيسى القطامي يعني يسمى ربان الكويت الاول هو ربان وشاعر ومؤلف وحكيم الف كتب يعني اخدمت التاريخ البحري اللي هو دليل المحتار في علم البحار يعني استفادوا منه نواخذه السفر في استخراج موقع السفينه الف كتاب اسمه المختصر الخاص ترجم علم دليل المحتار للغة الفارسيه انا سمعت يعني رحمه الله عليه انه انا يعني عيسى بشاره؟ لا مو عيسى بشاره انه أه خذه أه صقر, القطام صقر القطامي نعم قال لي في احد سفراته انا شفت احد النواخذه اللي من بندر فارس عنده دليل المحتار في علم البحار في اللغه الفارسيه نعم فهذا يعني نعم الف المختصر اللي نعم اللي المختصر الخاص المسافر الطواش والغواص حط كل مغاص وكل هير وكل مجرى في مسمى وفي النجم المعين اللي انت تسلكه وتوصل للمكان اللي تبيه. نعم. الف دليل الجيب الـ الـ وضع هذا مال الطواشه دليل الجيب في وضع اسمه طبعا هو كبر شفلي اي كتاب صغير استفاد منه الطواويش في حسبه اوزان اللولو نعم. وبعدين استقر في عمان وتوفي هناك والف كتاب اسمه عمان والجبل الاخضر فهذا يعني نسمع عنه لكن احنا ما شفناه صراحه يعني مثل هذا النوخذه الكبير نعم ابو عبد الله يعني نختم علي عجاله شنو السفن الشراعيه سفن السفر الموجوده حاليا المهلب السفن اللي الحين موجوده القديمه اللي هو فتح الخير، فتح الخير منو مالكه؟ هو تملكه عائله الغانم واللي صنعه اللي يمكن ثنيان بن ثنيان ومحمد بن ثنيان نعم وهو اللي صنعه يعني رحمه الله عليه علي عبد الرسول وناخذه الاستاذ وناخذه لقاده سنين طويله رحمه الله عليه عيسى بشاره عيسى بشاره هذا من السفن القديمه لكن المهلب يعني هذا المهلب الجديد المهلب القديم مع الاسف الترك. انه بالغزو حرقوا العراقيين نعم. لكن بـ يعني بـ بامر سامي من رحمه الله عليه الشيخ يابر اعاده بناء نعم. بوم المهلب على حساب الخاص. نعم ابو عبد الله اشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت فيه من معلومات غيبه تتعلق بتراث الكويت البحري قوس وسفر اعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقات قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.